يعني الآن الحديث في وسائل الإعلام العالمية، وأيضا وفقا للبيانات التي أشارت إليها وزارة الدفاع الروسية عن أن القوات الروسية تبعد الآن 15 كيلو مترا عن العاصمة كييف، هل ترى بأنهم في القريب العاجل سيدخلون للعاصمة كييف؟ بالنسبة لدخول القوات الروسية إلى العاصمة كييف، أعتقد بأنه سيكون هنالك مجازر كبيرة بحق سواء كان الجيش الروسي أو القوات المهاجمة أو القوات المدافعة، أيضا لديها قدرات قتالية كبيرة، لكن الجانب الروسي اليوم هو محاصرها من أجل عدم إدخال أي نوع من الأسلحة، وبنفس الوقت هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا، فهي العاصمة بالنسبة لها، وبنفس الوقت هو ينتظر التداعيات السياسية، ربما هنالك المؤتمرات أو الاتفاقيات أو حتى المباحثات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية برعاية الدول، كلها تنتظر تلك النتائج، ولا يمكن أن يقدم على دخول العاصمة كييف دون الانتهاء من الملفات العالقة في المفاوضات.